السلام عليكم، معكم مازن. الحمد لله، شي فيديو جديد. هلو، الفيديو ديال اليوم غادي يكون زوين وغادي يكون مهم بزاف، وغادي نهضروا فيه على احسن وقت ديال التدريب والاشياء اللي تاخذها قبل ومن بعد التدريب اللي غتساعدك في النمو العضلي. يعني الفيديو اللي غادي يكون زوين بزاف. اكيد الطريقه ديال التشجيع ديال القناه وان المعلومه توصلنا هو لايك، فلكن كيعجبوك فيديوهات ما تنساش انك دير لايك، هذا امر جد مساعد وامر اللي هو كيشكل يعني هو التشجيع المباشر ديال القناه. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، الا كنتي مهتم بفيديوهات قصار اللي متنوعه اللي كتهم التغذيه والتدريب وابار التغذيه والتدريب مواضيع عامه من ناحيه الشخصيه ومن ناحيه الكتابه، فبديت كندير واحد الفيديوهات اللي في دقيقه واحده او لا اقل في انستغرام واللي مفيدين بزاف، والحمد لله كاين واحد التفاعل، خصوصا في انستغرام كاين واحد التفاعل اللي مهم بزاف، ففيديوهات غادي يفيدوك بزاف. ندوزو للموضوع ديالنا. الو، احسن وقت للتدريب هو اكيد انه كاين واحد الوقت معين، مي باش ما نظلمو حتى واحد، كاين الناس اللي كيكون عندهم واحد الوقت بالضبط اللي كيقدروا يترينو فيه. حتى هما ما غننساكمش لما نهضروا على احسن وقت التدريب، غادي نرجعو ونعطيك الامكانيات اللي تقدر تخلي تدريب كذلك التدريب ديالك انت فعال، اللي هو لانه شنو هو الهدف من احسن وقت التدريب والهدف من قبل وبعد الاكل التدريب، هو اننا نخليو العضلات توفر لها البيئه كامله في وقع لها واحد الدمار كبير، ونقدروا حنا نشوفو من بعد نمو عضلي اللي مهم. فاليوم غنعطيك جميع الاشياء باش هكا يكون يعني نصائح فعال. اول حاجه بدون نقاش هو انه العشيه لتحت، يعني من 3 العشيه غالبا الفوق، غيكون احسن وقت للتدريب. علاش؟ لانك تكون وفرتي للجسم ديالك واحد عدد الوجبات، فهنا العضله ديالك مستفده من جميع المكونات، سواء من الدهون سواء من البروتينات، غير هي كل حاجه ميسره لحاجه. فمثلا البروتينات ميسره للبناء بشكل اولي، الدهون اشياء صحيه بحال الهرمونات بحال غشاء الخلايا، ولكن الكربوهيدرات هي ميسره الطاقه. فانت لما كتاخذ ديك الوجبات، العمل الاول ديال الكربوهيدرات اللي كتاخذ هي الطاقه اللي غتجمع في العضلات ديالك، فكيكون واحد الامتصاص. لما كتوصل للتدريب كتكون عندك واحد الطاقه كافيه باش انك تمارس واحد الضغط على العضلات ديالك، يكون واحد المواصله ديال التدريب بواحد الشكل اللي فعال. والناس اللي ما كيقدروش انهم يكونوا واخدين وجبات، غادي نحاولوا ناخذوا ان شاء الله حلول قبل. فلذلك الا كانت عندك امكانيه ديال التدريب يعني في العشيه الفوق، يعني بعد ما تكون واخد واحد جوج وجبات ولا 3 وجبات، اكيد هنايا غادي يكون واحد الفاعليه. علاش؟ لانه اكيد كتكون خديتي واحد الوجبه الكارب اللي غادي تسمح بانه يكون واحد التطور عندك. الا انه الكارب اللي غادي تاخذ، حاول تاخذ واحد الكارب، خصوصا الا كنت انت غادي تاخذ الوجبات ديالك يعني على واحد المدار ديال اليوم ديالك، حاول تاخذ واحد الكارب اللي مفيد اللي غيخليك تستافد، وفي نفس الوقت ما يسباكيش لك يعني الانسولين بشكل كبير. مثلا كنتي غادي تاخذ شوفان، مثلا كنتي غادي تاخذ الرز بسمتي، اولا اي كارب، يعني اي كارب اللي غادي يسمح بانه يكون واحد الامتصاص على واحد المدى اللي طويل، غادي يكون مفيد لك ان شاء الله بزاف في هذه الوجبات هذه. فلما توصل للقاعه ديال التدريب في هذيك العشيه اولا بالليل، غادي تكون عندك واحد الوفره ديال الطاقه. والحاجه اللي خايبه واللي ما خاصكش ديرها هو انه الا كانت عندك فرصه ديال الوجبات، مثلا انت كترين مع 4 ولا كترين مع 6، ما تحرمش راسك، حيت كاين الناس اللي كيبقى المده كامله ما كياكلش، كيقرب لاصال وكيصدق واكل وجبه في وحده في النهار. فحاول تنظم، غتقول لي ما كاينش الوقت، راه حياه تضحيات، الا ما بغيتيش دير تضحيات ما كاينش لاش تشكي، لان الحياه تضحيات. اي هدف بغيتي توصل ليه في الحياه، حتى واحد ما كيلقاها بالسهل، كل واحد كيدير تضحيات، يعني خاصك تضحيات. انا مثلا لما كنت كنقرا في الانجينيوري، كنت لما كنبغي ناكل كنطلب من الاستاذ انني نخرج، كنخرج وكنمشي ناكل، التضحيات كتلقاها، ما بغيتيش راه عمرك غتلقى التضحيات، تلقى غير تشكي. لذلك حاول تاخذ واحد الوجبه. دابا هذه هي الحاجه الاولى، لما تاخذ وجبات غادي تاخذ كاربس، وهذا عامل غادي يكون جد مساعد، يعني احسن توقيت غادي يكون بالعشيه. دابا وغادي نرجع للاشياء اللي تاخذها قبل ومن بعد التدريب. دابا بالنسبه للناس اللي ربما هما عندهم امكانيه ترينو غير في الصباح مثلا، اول حاجه إذا كنتي كتريني انت الصباح بشكل باكر، حاول انه الوجبات اللي عندك فيها الكارب هي الوجبات اللي كتاخذها يعني مباشره في العشيه تالليل قبل ما تنعس. يعني مثلا ملي تبغي تنعس تقدر تاخذ وجبه فيها الكارب، هكا ما امكن كتحاول ان تخلي الجسم ديالك واحد البيئه اللي فيها الطاقه. راه الكارب ما كيغلطش، راه النظام ديالك ديال التدريب والنظام ديالك ديال التغذيه على طول اليوم ديالك والنظام الحياه ديالك هو اللي كيخليك تغلط، ماشي الوجبه اللي بالليل، باش نكونوا متفقين. وهذا راه سبق لي درت على فيديو، مازال جين فيديو اخر. فلذلك الا كنتي يعني كتريني بشكل مباشر الصباح، حاول تخلي الوجبات الاخرى اللي كتسبق الليله اللي قبل تكون هي اللي فيها الكارب. دابا ملي تفيق الصباح، الا كانت عندك واحد الامكانيه ديال جوج سوايع عاد غتمشي تريني، تقدر تاخذ كذلك وجبه الصباح اللي يكون فيها الكربوهيدرات. مثلا تقدر تاخذ شوفان بشكل مباشر، وتقدر تاخذ كذلك قهوه اكيد يقدر ياخذها اي واحد قبل التدريب، ولكن انت في هذه المرحله هذه غتكون جد مناسبه لي. يعني جد محفزه ليك، وغادي تساعدك بزاف في التدريب ديالك. هذه الا كنتي كترمي بشكل يعني يعني بشكل اللي كيسمح لك في الوقت الصباح، كنتي بشكل مباشر فحاول لما تفيق بعد تاخذ واحد المصدر ديال البروتين، وكيف ما قلت لك بالليل غادي تكون واخذ واحد الكربوهيدرات هذه، وتاخذ قهوه ديالك الصباح. هنا غادي يكون مساله يعني تساعد بها، واخا انا ما كنفضلش تاخذ قهوه بشكل مباشر، ولكن كنقول في حاله كنتي خاصك تريني بشكل مباشر، يعني ما عندكش حتى ذاك الوقت، ف
فانا هذه بعض الوسائل اللي غادي تساعد بها. دابا لما كنجيو المساله ديال قبل التدريب وبعد التدريب، راه قبل التدريب الامر بسيط كيف ما شرحنا. الا كان عندك وجبات قبل التدريب، خاص يكون عندك كربوهيدرات ويكون عندك واحد البروتينات اللي كتاكلها في الوجبات ديالك. كنتي واحد الانسان ربما اللي لما غادي يبغي تريني سبق ليه ما الوجبه كانت بعيده على داك اللحظه ديال التدريب ديالو، وبغيتي تاخذ شي حاجه اللي تساعدك من ناحيه المكملات، خذ على الاقل واحد المصادر الاحماض الامينيه. اذا كان مثلا البروتين غاب عليك واحد المده طويله قبل التدريب، تقدر تاخذ احماض امينيه. واخا انا ما كنقول لك انت كتاكل البروتين ديالك بواحد جوج سوايع ونص قبل ما كيتشلاش، ملي ما كانش تقدر تاخذ احماض امينيه. كربوهيدرات غادي تكون جد مساعده في هذه المرحله هذه، والكربوهيدرات كما كنقول دائما اساسيه، ولكن اللي اساسي اكثر هو الاشياء اللي غتخلي هذا العمل ديال المياه اللي كتشرب وديال الكربوهيدرات، سينو ما غتسافش العضله ديالك كامله، وهي المعادن اللي هي خصوصا في الحاله ديالنا المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم. الصوديوم حاله سهل لان في التغذيه ديالك انت كتدخل الملح، يعني كتاخذ واحد المصدر ديال الصوديوم. كما قبل التدريب تقدر تاخذ مصادر ديال الصوديوم اللي غتساعدك بشكل كبير. علاش؟ لان الصوديوم هو اللي غادي يؤدي انه يكون عندك واحد انقباض عضلي مهم. فاش كنقولوا انقباض عضلي مهم كنقولوا البامب، يعني الا ما كانش عندك الصوديوم ما توصلش داك البامب بواحد الشكل اللي اللي مفيد بزاف. فلذلك قبل التدريب ديالك تقدر تاخذ اشياء اللي مرقده في الملح، اي شيء مرقد في الملح ويكون خضر، مثلا بحال الزيتون، مثلا بحال الكورنيشون. هادو علاش؟ لان اولا هما كيحتويو على واحد النسبه معينه ديال البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهذاك التشبع ديالهم بالمياه اللي كيكون فيها الصوديوم كتمكن لك انه حتى الامتصاص لما كتاخذ ديك الاشياء الامتصاص الصوديوم كيكون افضل. فاشياء قبل التدريب بحال هكا غتكون مساعده، اضافه الى القهوه مثلا اللي كنتي قادر تاخذ قهوه ما عندكش مشاكل معها، حتى هي غادي تكون مساعده بواحد الشكل كبير بزاف. وشرب المياه سواء قبل سواء اثناء التدريب، لان العضله لما كانتش مرتاويه، الا ما كانتش فيها راه بحال شي كورده، كنعطيكم دائما مثال، الا كانت ناشفه بزاف يقدر الانسان يجرها تقطع، بينما واحد الكورده الا لقيتيها في الماء وتبغي تقطعها صعيب. كذلك المفهوم ديال العضله باش انك ما توقعش في اصابات، وانه توفر لها واحد لونفيرونمون، واحد البيئه كفيله بالعمل الى جانب هاد الكربوهيدرات وهاد البوتاسيوم، هادشي خاص يكون مياه. علاش؟ لان كل غرام ديال الكربوهيدرات كل غرام ديال الجليكوجين كيجر لك انت 3 غرام ديال المياه. فلما كانش المياه ما كاين ما يتجر، باش نكونوا واضحين. وكذلك الا كانت المياه وكان الكربوهيدرات وما كانش البوتاسيوم، فما كاينش الماده اللي غتحافظ على داك البيئه، داك البيئه ديال المياه داخل العضله ديالك بشكل مهم. فلذلك البوتاسيوم جد اساسي، يعني خاصك تحرص على انه كاع الوجبات ديالك يكون فيها واحد مصادر الخضر اللي لونها اخضر. كنتي يعني في واحد المرحله اللي كتقدر مثلا تاكل البنان حتى هو فيه البوتاسيوم، بلا كنتي يعني في واحد النظام اللي كيسمح انه يكون عندك فيه فواكه، في البنان كذلك فيه البوتاسيوم، ولكن نتايا باش تكون سليم حاول انه دائما الوجبه ديالك يكون فيها واحد الخضره خضراء، ولا دير واحد العصير اللي يكون فيه مثلا الكرافس، يكون فيه القزبر، يكون فيه معدنوس، وتقدر تزيد معاه باربا والحامض ولا شيء من هذا القبيل باش انه تكون واحد البنه مقبوله. وهذا راح درتي فيه البوتاسيوم بشكل كبير، تقدر تشربه الصباح ملي تفيق، تقدر تشربه كذلك قبل التدريب. وعلاش كناخذوا كذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم؟ لانه باش يغيبوا التشنجات داخل التدريب ديالك، لان كيف ما قلنا هاد الثلاثه ولا خصوصا الصوديوم والبوتاسيوم كيكون فيهم واحد التحكم ديال الولوج والخروج ديال المياه من العضله. فلكن انت واحد النوع ديال الناس اللي كيوقعوا ليه تشنجات اثناء التدريب ديالو، بزاف الناس كيعانوا في هذه المساله، جرب انك تاخذ غير واحد المساله بسيطه، جرب انك تاخذ واحد المياه اللي يكون فيها مثلا الكرافس والقزبر والمعدنوس كيف ما قلت لك، شويه الحامض باش يكون بينه الباربا، تلاحظ انه التدريب ديالك كيتغير تماما. يعني اي واحد غيبدا ياخذ واحد مصادر البوتاسيوم والصوديوم. كاين حتى في المشروبات اللي كتباع، المشروبات اللي كيتباع المولين اللي كيبيعوا البروتينات، تقدر تلقى ريد انرجي. يعني انا راه ماشي شريك ديالهم ولا شي حاجه، انا كنقول لك فقط الا كنتي نتايا بغيتي ما تاخذش هذا الخليط هذا. فريز انرجي مثلا فيها شويه البوتاسيوم، فيها شويه الصوديوم، وجد مناسبه وخاليه من السكر. يعني هذه مساله اللي مهمه، الا كنتي باغي تاخذ مثلا شي حاجه اللي تشربها على شكل البائعين من عند البائعين المكملات، كنتي باغي شي حاجه اللي تصايبها في الدار، انا عطيتها لك. هذه غتفرق كثيرا في التدريب ديالك. علاش؟ لانه لما غتشي العضله مزوده بالكربوهيدرات وبهاد المعادن اللي هضرنا عليهم، كون متاكد انه غادي يدفع اكثر، وانه غتكون عندك احتمال اكثر. يعني الوقت اللي تكون كتعيا فيها ما غتعياش فيها، فشنو غادي يوقع؟ هنا يكون واحد الاتلاف داخل الخلايا العضليه ديالك، فكيضمن لك انه النمو غادي يكون افضل. لان كل ما كانت الحصه ديالك قويه، كل ما كان يكون واحد واحد التمزيق في الالياف العضليه، تمزيق ميكروسكوبي، كل ما غادي يكون يعني النمو ديالك افضل، لان من بعد غيتزاد واحد النواه جداد. لان باش تعرف العضله راه ما كيتزادوش فيها الياف، العضله ما كيتزادوش فيها الياف، العضله كل ليف كيتزادوا فيه نوايا جداد، وهذوك النوايا كيديروا واحد التضخيم في الليف. فالليف اللي كيتضخم والليف اللي كيتضخم كيعطوك داك الضخامه اللي كتشوفها انت في النمو العضلي ديالك. فهنا قبل التدريب ومن بعد التدريب والتوقيت، انا شرحت لك كيفاش تتعامل مع الاشياء. بالنسبه لما بعد التدريب، وهذا شرحته في فيديو قبل خاص، فراه انت
الا ما كانش عندك كومبيتيسيون ولا ما كنتيش كتريني جوج مرات في النهار، تقدر ما تاكلش كاع مباشره من بعد التدريب، تقدر تاخذ غير بروتين مثلا وتاكل كربوهيدرات من بعد. وهذه المساله شرحتها بطريقه علميه مفصله، هذا دابا حاجه كنشرح بها بسيط ما نقدرش ندخل في طريقه علميه، ولان صراحه حتى التفاعلات قليله فاش كتشرح كتعطي وقت وكتشوف انت كتشرح بالسبوره، التفاعل قليل راه الانسان مع الوقت كيولي يقول ربما الناس ما كيعجبهمش هذيك الطريقه. فلذلك كنمشي دابا بمبدا التبسيط بزاف باش ترجع. ف من بعد التدريب تقدر تاخذ غير بروتين كربوهيدرات. انا كنتي واحد الانسان اللي ما كيقدرش ياكل مور التدريب مباشره، راه تقدر تصبر. كاين اللي كيقول لك انا سبقتي شرحت انه كيكون الاحتمال ديال ان العضلات كتستقبل اكثر، اكيد كتستقبل واحد النسبه مضاعفه لواحد المده ديال 4 سوايع، ولكن الا كنت انت غتريني موراها عاوتاني اولا كانت عندك كومبيتيسيون. اما الا كنتي واحد الانسان اللي غيتريني حتى الغد ليه، الجسم كيكون عنده ديك ما بين 24 ساعه الاخرى ديال التدريب، كيكون عنده الوقت كافي من خلال ديك الاغذيه ديالك انه يرد نسبه الجليكوجين للعضله، يعني لا باس عليك، ما كاين حتى مشكل. وهذه راه شرحها بشكل مفصل. فمن بعد التدريب بغيتي تاكل بشكل مباشر، اكيد خذ كاربس وخذ بروتين بواحد الشكل مباشر. بغيتي ما تاخذ بشكل مباشر لانك ما كتقدرش تاكل، تقدر مثلا تاخذ بروتين ديالك، واخا يكون ماشي بروتين على شكل شيك، يعني يقدر يكون بروتين من الاكل ديالك، ومن موراها عاد تاخذ وجبه ديك ديال الكربوهيدرات. يعني ما تحمقش راسك انه راه لا خديتي الكربوهيدرات مباشره غادي تكبر بشكل مباشر، لا كيبقى لك الباب مفتوح، يعني ديك الساعه اللي موراها تقدر تاكل. ما عادي الا كنتي كتريني جوج مرات، اولا الا كانت عندك شي كومبيتيسيون، اولا عندك واحد المجهود اللي كيطلب واحد المجهود بدني من موراها بشكل كبير في واحد الاعمال اخرى ربما خارج التدريب، هنا غيكون مفروض انك تاخذ كربوهيدرات وبروتين بشكل مباشر من بعد التدريب ديالك. اذا اعتمدتي ان شاء الله هذه القواعد هذه غتلاحظ انه كاين واحد الفرق كبير. واضافه نصيحه بسيطه، لما تكون كتدرب هذا نخلي لها حلقه خاصه ولكن نشرح لك بالتفصيل، كاين جوج اشياء، كاين الكونسنتريك كونتراكشن وكاين الايسنتريك. فاش كنقولوا نهضروا على الكونسنتريك كنهضروا على الحركه الايجابيه، يعني لما غدفع. الحركه السلبيه الايسنتريك هي لما كتهبط اولا كتطلق الكيبل. راه في الحركه السلبيه لما كتكون هابطه لبرا اولا كتطلق الكيبل شنو كيوقع هنايا؟ كيكون واحد الاتلاف ديال الالياف بواحد الشكل اكبر، كيكون واحد الدمار عليهم بشكل اكبر. فلما كتبغي دير واحد البناء فاش كيكون واحد الاستشفاء، كيكون واحد تفعيل ديال واحد النوايا اللي كتسمى كتكون في سوبات واللي كتحول على شكل مايوبلاست اللي من بعد كيدخل على العضله ديالك على شكل نوايا وكيتزاد في الليف. التاثير في الحركه السلبيه كيكون اعلى، خصوصا سريه الاولين. سريه الاولين الجسم بما ان الثقل كيكون خفيف ما كيخدمش جميع الالياف العضليه، لانه هو ماشي في حاله انه الرساله العصبيه تدخل في تفعيل جميع الخلايا العضليه، كيقدر يكونوا خلايا عضليه ضعيفه، الياف عضليه عفوا، الياف عضليه اللي ضعيفه. بينما لما كتهز الثقل في السيري الاخرى اللي كتكون في حاله ديال الدونجي، كتكون في حاله ديال الخطر، فالجسم هنا بطبعه غادي يفرز رساله عصبيه اللي غادي يعني غتطلب العمل ديال جميع الالياف. فلذلك في السيري الاولين اللي كتشوفهم حتى ربما قادر عليهم بشكل كبير، حاول تقل الحركه السلبيه باش هكا الا كنتي مثلا غتخدم غير بيتر بسيط هذا عشوائي، غتبدا تخدم مثلا 30% من الالياف العضليه تولي تخدم 50%. فهذه النصيحه هذه زائد النصائح اللي فاتوا غيسمحوا للعضله انه تديها الى اقصى درجه ديال التحمل ديال المقاومه اثناء التدريب، وهكا غتلاحظ ان شاء الله واحد النتائج اللي مفيده بزاف، وغتلاحظ واحد التحسن الكبير. المهم كان دابا بسيط، الناس مازال جايين الموضوع بزاف، ولكن باش نكون معكم صريح كنظن انني في التغذيه وفي التدريب حاولت ندير بزاف، ما عمري غنغيب على التغذيه والتدريب، يعني غنبقاو دائما حاضرين. غير كيف ما كنقول لك التفاعل كتلاحظ الناس كتشرح بزاف وكتعطي جهدك، ولكن في يوتيوب التفاعل ربما ضعيف، خليني نقول ربما ضعيف، ما نقولش ضعيف نقول ربما ضعيف، لان كاين فيديوهات الحمد لله اللي كيكون فيهم واحد التشجيع كبير، واضعف حاجه هي لايك كتخلي الفيديو يطلع. فبعض المرات كتلقى انسان انه كيستافد كل شيء، ولكن ربما احنا عندنا ثقافه بصفة عامة في العرب، الثقافة ديال التشجيع كتكون واحد الثقافة اللي ما كيفهمش الإنسان أنه راه كيكون واحد مجهود، وأنه خصوصا أشياء بحال هذه أكيد ما يكونش في التفاعل بحال أشياء أخرى، ولكن على الأقل إنسان اللي عجبته الحاجة. فلذلك أنايا كيف ما درت في انستغرام غادي يكون إن شاء الله نحاول هنايا غادي نبارطاجي معكم أفكار من كتب، غادي نبارطاجي حيت أنا المبدأ ديالي في القناة كنقولو من النهار الأول ماشي هو الاستفادة في واحد المجال معين، بل هو الاستفادة بصفة كبيرة. سبق لي درت فيديوهات على الإدمان ديال الإباحية، على الدوبامين، على أشياء اللي عديدة. فدابا غنبداو ندير حتى ملخصات ربما ديال الكتب وأفكار اللي من الكتب وأفكار اللي غتفيدك في حياتك، يعني دائما غيبقى المبدأ هو الإفادة واللي غادي تفيدك، وربما غتلاحظ أن التجانس في الفيديوهات غادي يعطيك واحد التقدم في الحياة بواحد الشكل اللي أفضل. أنا كنستافدو نتوما كتستافدو أكيد، ولا دخلتي انستغرام غتلاحظ الفارق، لأن لما بديت كنوع بزاف الناس عجبتهم هاد القضية هادي وكان واحد التقدم. وبيان سور أنا ما كنفرض على حتى واحد، كل انسان حر، اللي بغى يدعم القناه فكما كنقول لك دائما لايك كيخلي الفيديو يطلع كيخلي الناس يشوفوه اكثر، ولكن انت عندك دائما كامل الحريه. فلا عجبك الكونتوني الف مرحبا، ما عجبكش انا كنحترم الفكر ديال كل واحد وكنحييكم من القلب، تحياتي الخالصه لكم.